ست وتعين عليك يا عمزة. يا ست مش قبل ما تنسين الشغل انت بتخلصي مشاكلك مع التأمين الصحي. نعمل ايه بقى؟ هنعرفوها ازاي في وسط الزحمه دي؟ الام بيبان عليها، تعرفها من حنيتها. يعني علمني تكشف على مشاعرهم. تعرفها بالشبه يا ناصر. ما انصحكش، اكتر واحد يشبه لها الراجل اللي قاعد هناك ده. طب بس انت اهو، خد لك ساتر بقى، خد لك ساتر. اتفضل. يا ام نعمه، يا حاج ام نعمه، يا ام نعمه، ام نعمه. انت اخينا، تعال هنا، انت مزعق ليه؟ اهي، خد السندوتش. هو حضرتك لا مؤاخذة أم نعمة؟ أيوه، عاوز إيه؟ أنا الحقيقة كنت جاي أطلب النمرة كام؟ نمرة إيه؟ قولي بس، أنت طالب فين؟ لا أنا الحمد لله مخلص ومعايا إعفاء نهائي، أصل أنا وحيد أبويا وأمي. أنا بقول لك أنت هتتكلم فين؟ ولا تفرق، ولا تفرق، أنا أجيب أبويا وأمي ونتكلم في أي حتة، في الصالون، في السفرة، في بيت السلم، ما بتفرقش. يا حضرة، أنت هنا داخل السنترال. أيوه أنا عارف. قولي أنت طالب فين؟ طالب يا أم نعمة، أنا جاي أطلب إيد بنتك نعمة. خش كابينة ثلاثة. نعم، خش كابينة ثلاثة. كابينة ثلاثة؟ حاضر حاضر. أيوة يا أحمد يا ابني، عامل إيه في الغربة؟ ربنا يطمنا عليك يا حبيبي. يبقى اتصل بينا، الله يبارك لك. السلام عليكم. إزيك يا خال، عامل إيه؟ كويس؟ سلامات. أشرف عامل إيه؟ إزيك؟ إزاي البلد عندك؟ أنا جيت أصرف الحوالة ما لقيتهاش لسه، أعمل إيه والعيال معايا؟ أنا شايفة حبيبي، عامل إيه؟ كويس؟ وحشني قوي قوي قوي. هاتيك إمتى؟ ارفع السماعة. ليه حضرتك هتطلب البوليس ولا ايه؟ بوليس ايه؟ انت مش حنتيرة؟ انا حنتيرة. الله، طب ما حضرتك سامع عني، امال لازمتها ايه الزنقة اللي احنا فيها دي؟ انا ما بحبش اتكلم عن الحاجات دي قدام الزمايل، لان ممكن الحاجات دي تتحسد. حاضر حاضر. اتكلم في التليفون. حاضر حاضر. مفيش حد، مفيش حد في التليفون. انما حضرتك ما شاء الله، يعني باين عليكي ست كاملة وعقلة وزي الفل. بنتك نعمة طالعة كده لمين؟ هي بنتك ولا حضرتك متبنيها؟ أنا ما كنتش متوقعة إن جاي، لكن نعمة كانت واثقة فيك. أنتوا كنتوا متراهنين عليا ولا إيه؟ إحنا هنهرج ولا إيه؟ أنت عايز إيه؟ أنا عايز أكلم قطر مدتين. حضرتك عارفة أنا عايز إيه؟ يا ابني بس في حاجات ليها أصول. حضرتك بقى هتقولي لي فترة خطوبة سنتين وتتعرفوا على بعض وأقعد أجيب في دباديب في دباديب في دباديب؟ لا، أنا أوفر تمن الدباديب دي للتالي. أنت مستني إيه يعني؟ أجوزك بنتي من أول نظرة ليه؟ عشان عدالتك يعني؟ على فكرة أنا كنت شاكك إن حضرتك أم نعمة، وكنت هقولك وريني البطاقة، لكن دلوقتي اتأكدت فعلا إن أنت أمها. بقول لحضرتك إيه؟ الملخص والمفيد، إحنا نخش على الشبكة ونظبطها، نوصل لكاتب الكتاب ونقشط ونظبطه ونفلطه. أنت جاي تتجوز ولا جاي في نقلة رمل؟ الجواز لي أصول، يعني لازم يبقى عندك شقة، إيجار جديد، قديم، المهم يبقى عندك شقة، إن شاء الله حتى يكونوا أوضتين وصالة. هي نعمة مش مرساكي على الفولة ولا إيه يا حاجة؟ أنا متفق معاها نبتدي حياتنا كده في الحنين على قدنا، يعني ممكن نأجر كابينة زي دي ونعيش. لعب العيال ده أنا ما يلزمنيش، إذا كانت بنتي اتفقت معاك على حاجة، فأنا كلامها ملوش أي اعتبار عندي غير إن أنا ما عرفتش أربيها، وأنا ما عنديش بقى بنات للجواز، وتفضل بقى اطلع بره، بره. حاضر حاضر. حاضر. حاضر حاضر، هكلمك بعدين هكلمك بعدين. اتفضل اطلع برا. اطلع برا. طيب حاضر. اطلع برا بقول لك. طيب ما انا طالع. اطلع برا. اطلع حاضر. اطلع برا. والله تعالى الاول. اطلع يا اسطى. اطلع. انا عايز اطلع والله. عامله ايه؟ انا بقى نفسي اعرف المنطقه المسؤوله عن الحب في الجسم دي تبع انهي محافظه عشان نولع في امها بجاز. خد السمسمه دي بقى واضرب كده، وانت بكره تعال وتبقى زي. طب انتوا عارفين الستات دول عاملين زي ايه؟ زي النسوان. لا لا، الست دي تبقى عامله زي القميص الجديد، اول ما تلبسه من هنا توبر على طول من هنا. ايوه، البت اول ما تحبها تقوم موبره على طول، عشان كده لازم تنقعها في ميه ساعه قبل ما تلبسها. انتوا عارفين انا اللي عاجبني فيكوا يا اولاد ان انتوا قدرتوا تختصروا المسافات. انا لما كنت في سنكم كنت مهموم بالحياه والواقع، ده احنا اتضربنا ضرب في المظاهرات، كنا عايزين نحقق
احلام شعبنا. واهو انا احلامي والبلد زي ما انتم شايفين. يا ريتني عملت زيكم وشفرت الواقع وعشت غريب عنه. لا لا يا دكتور لا. انتوا احنا عايشين واقعنا مغموسين فيه لغايه شعر راسنا. انتوا بقى كان عندكم حلم كبير. احنا بقى احلامنا صغيره متفرنطه. والله برافو عليك يا عمده. صح، هم حلمهم كان كبير زي باكيته البانجو كده. احنا بقى حلمنا صغير، فرفطنا الباكيته ده ايه وعملناها سجاير 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 سماسير يعني. نعمة نعمة اصحى بقى نعمة، اصحى نعمة يا أميرة حبي أنا، يا أميرة حبي أنا يا نعمة، أريد حبا وحنانا، اذكريني لا تدمرني معك. أم نعمة أنا هجيب لك كل الحاجات اللي أنت عايزاها، وهجيب لك شقة في البحر على ستانلي، شقة في ستانلي على البحر، وهجيب لك كمان يخت في نادي اليخت. يا أم نعمة يعني أريد حل، أرجوك اعطيني هذا الدواء. تحب ننزل نفرجك على فيلم المغتصبون؟ ككنيلة ككنيلة اه، وانت شكل محسن سرحان في فيلم حبيبي دائما. ما كانش بيمثل فيه يا عم انت. امال دوكا كان اسمه ايه؟ من ثلاث كلمات ونص. كلمات ونص؟ فيه الف ولام. ايه اللي متببه ده يا سيد؟ امشي انا من هنا لانزل اكسرك. خلاص ما تزويش كده، لا كن في عونك يا سيد. طريق عيني عم بتتلكك تقوم تلعب افلام معايا كلب ماشي في الشارع. سلامة سيد، خش جوه اولي انت كنيلة في بعض البورة في قلبي معاك ونادى جانك وخبتي كنيلة عامل ايه ويا